مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا الفيديو ده بقالي كتير عايزة اعمله وعايزة ادردش واتكلم فيه لانه يخص ناس كتير كتير وناس كتير بتعاني منه وناس كتير وقع في نفس المشكلة اللي انا هتكلم فيها. وحاولت كذا مرة اجي اتكلم وسبحان الله الفيديو ما كملهوش، الفيديو يطلع فيه حاجة غلط. فقلت دلوقتي في الجو الجميل اللي انا فيه ده ان انا اتكلم واقول لكم على المشكلة دي. ممكن الاضاءة ما تبقاش يعني، هو سبحان الله برضو انا بدأت الفيديو وبعدين قبل الغروب وجاء الجو غيم، فجيت بشوف اراجع الفيديو فلقيت ان في برضو مشكلة، فيا رب ده يكمل ان شاء الله على خير. فسامحوني لو كانت الاضاءة مش واضحة قوي. في مشكلة في الأبراج اللي هي الأبراج اللي في التسعينات وفي الألفينات، يعني إيه حد يعني زي الكومباوند وكده بيبقى لأ الموضوع فيه مختلف شوية. المشكلة دي إن في العمار اللي الناس بتشتري فيها شقق، وخصوصا الأماكن اللي هي بتبقى مصيفية، يعني في اسكندرية، بتكلم مثلا عن اسكندرية، برج مكون من 60 شقة، تلاقي الفعلي اللي مقيم فيه حوالي 30 شقة والباقي شقته مقفولة، اللي اشترى الشقة وقفلها ومش عارفين هو مين ولا فين، اللي بيمسافر بره وبيجي كل سنتين ثلاثة، اللي بيجي كل سنة موجود في القاهرة، يعني بغض النظر ايه الظروف لكن الشقة بتبقى مقفولة. فلما بيجي الساكن ده السكان المقيمة بتدفع اوريدي صيانة شهرية، فبيجي الساكن ده فبنقول له حضرتك عليك سنة صيانة، عليك سنتين، عليك في أسانسير اشترينا له، غيرنا مكنة، في أي حاجة إصلاحات في البرج، تيجي تطالبه يقول لك أنا مش مقيم، تمام، أنا ما أدفعش زي، اعملوا لي تخفيض، أنا ما أدفعش زي المقيم. حضرتك هو ما فيش حاجة اسمها في القانون مقيم وغير مقيم، الاتنين صيام بيدفعوا نفس المبلغ زي بعض، تمام. فانا دلوقتي مثلا بضرب مثلا المثال، العماره اللي انا مقيمه فيها، العماره اللي انا مقيمه فيها انا عندي 60 شقه وحوالي 30 32 شقه ساكنين، فما اقدرش مش قادره اقول لكم كم المعاناه اللي احنا بنعانيها في العماره بسبب الناس اللي هي بتيجي في الصيف، بعد سنه بتيجي كل صيف يستخدموا كل حاجه في العماره ويقول لك سلام عليكم، طب محتاجين حضرتك فلوس الصيانه المتراكمه، محتاجين فلوس اصلاحات حصلت، لا 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 ماليش دعوه، ويقول لك طب حاضر اخر في الاخر وانا ماشي هدي لك، وتبص تلاقيه ماشي وما سابش اي حاجه. فحضرتك بس الساكن اللي بالمنظر ده حابه اقول لك ان حضرتك ده دين عليك وما ينفعش، عيب قوي لما تبقى حضرتك مالك شقه وتتعامل بالاسلوب ده وتعمل اللي بتعمله. فعامه حابه اوصل رساله وافهم الناس اللي هي بتشتري شقق وبتقفلها، حضرتك ملزم بنص من القانون ان تدفع الصيانه، تدفع كل المبالغ اللي بتبقى موجوده على حضرتك بتطالب بيها من اصلاحات، لان حضرتك لو ما دفعتش ما هو مش معقوله 30 شقه هيصرفوا على 60 شقه والعماره هتقف على رجليها، لا حضرتك في حارس، الحارس ده مش بيحرس الشقق المقيمه، حضرتك بيحرس ال 60 شقه اللي موجودين في البرج. بتيجي حضرتك بتلاقي الخدمات بتاعتك كلها شغاله، فين المقابل بقى؟ حضرتك لو شاري في الساحل ولا شاري في أي مكان محترم ومش مقيم فيه هيقول لك حضرتك في صيانة سنوية بتدفع، بيجمع لك التوتال بتاع السنة وبتدفعها لما بتروح، رغم انك مش مقيم في الساحل طول الوقت، حضرتك بتروح بس يمكن السنة كلها أسبوع ولا 10 أيام وأحيانا ما بتروحش، بس حضرتك لازم تدفع اللي عليك، تمام. فليه ما نبقاش كده متحضرين، وكل عمارة بسكانها يبدأوا بنفسهم، يبدأوا يقولوا لا كل واحد عليه مليم أنا هدفعه، لا أنا مش هقول أنا أصلي مش مقيم، لا أنا ماليش دعوة، أنا ما يخصنيش إن في حاجة باظت. ما هو إحنا لو عملنا كلنا بقينا إيد واحدة
عمر البرج ما هيقع، عمر ما هتبقى فيه مشاكل، ولا قدر الله لو في مشكله بتتحل بسهوله. احنا بنبقى السكان المقيمين بيحصل فيه مشاكل بتحصل وحاجات بتبوظ، احنا مش كل حاجه بنقول ايه لا استنوا لما يجي اللي مش مقيم وهناخد منه، لا في حاجات احنا بندفعها ومش بنقول عليها لان احنا مقيمين. لكن لما حضرتك بتيجي بتدفع الصيانه المتراكمه عليك، بتدفع اي فلوس وبعدين العماره بتاعتك تبقى زي الفل. لكن لو حضرتك قلت انا مالي وهو قال انا مالي وكل واحد قال انا مالي، انا مش مقيم والشقه مقفوله، صدقوني العماره دي زيها زي اي حاجه، ما اتعمل لها الصيانه هتقع هتنهار. يبقى عشان كام شويه بلاليم 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا حتى 5 بتدفعهم في السنه، استخسرت ان انت تدفعهم، فهتخسر قصادها شقه بمئات الالوف. تمام؟ انهي عقل وانهي منطق يقول الكلام ده؟ هو لما العماره هتقع، هي مش هتقع بشقتي لوحدي، هتقع بشقه كل الناس اللي مقيم واللي مش مقيم. فيا ريت يا جماعه نغير فكرنا شويه ونخلي عندنا كده روح التعاون وروح ان احنا نبقى ايد واحده، وكفايانا بقى سلبيات والناس اللي بتفضل ساكته تمام. يعني اتمنى الرساله دي هي رساله مختصره كده. انا الموضوع ده لو اتكلمت فيه باستفاضه هتكلم كتير جدا لان انا بعاني منه، فجواه كم كلام محتاجه اتكلم، بس انا قلت ايه المختصر المفيد كده ان انا اقول لكم نبذه عن الموضوع. اكيد اكيد في كتير غيري بيعاني من نفس اللي انا بقول عليه، نفس المشكله دي. اتمنى ان شاء الله ان يكون كلامي يوصل لكل الناس اللي بتعاني من نفس المشكله، واتمنى ان شاء الله ان يبقى لها حل. واحسن حاجه بيعملوها في العماير الجديده اللي هي المحترمه وفي الكومباوند وكده، ان بياخد منك الصيانه مع ثمن الشقه دي، بتتحط وديعه بنكيه. بصراحه الموضوع ده بيفرق جدا جدا، بيخلي الواحد يشتري دماغه وخلاص، فلوس الصيانه موجوده، كل شهر هيتم عمل الصيانه اللازمه للبرج. فاتمنى كده ان شاء الله ان الحلقه تكون خفيفه، وان المشكله دي توصل لكل اللي بيعاني منها، ودي كلها حل ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.